نقطة الجبلين الواقعة بين منطقة المعامية والصميت بمديرية طور الباحة غرب محافظة لحج لاقت شهرة واسعة في حادثة مقتل المواطن إنمار وجرح آخر الأسبوع المنصرم إثر مشادات كلامية مع أحد جنود النقطة الأمنية في المديرية. هذا الحادث إن شاء الله لن يمر إلا من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية. الحادثة لاقت استهجانا واسعا من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة الذين وصفوا الجريمة بالشنعاء، كما دعوا إلى سرعة إلقاء القبض على الجناة ومحاسبتهم والقصاص منهم. أطلب العدالة ومحاكمة المتهم وتقديمه إلى القضاء حتى ينال جزاؤه وأطلب إعدامه. وعلى خلفية هذه الدعوات شرعت اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة لحج العميد أحمد عبد الله التركي بالتحرك وبالتنسيق مع السلطة المحلية والأمنية لمعرفة ملابسات الحادث وتقديم تقرير تفصيلي عن الأسباب التي أدت إلى وقوعها. هي رفع تقرير شامل للأخ المحافظ عن نتائج التحقيقات التي تتم مع الجناة ومع أفراد النقطة العسكرية الموجودين ومع أحد شهود الأعيان اللي كانوا متواجدين في أمن. اللجنة وبعد التحقيق ومعرفة ملابسات الحادث رفعت النتائج لقيادة السلطة المحلية، وكان أبرزها إحضار المجني ومحاسبته وإعادة النظر في مختلف النقاط الأمنية بالمحافظة. ينص على أن يتم أولا بطريقة أساسية وقف جميع الأفراد المتواجدين في النقطة مع قائد النقطة ووالد الذي ارتكب هذا الجريمة. ورأت اللجنة أن ترفع كذلك مقترح أن يتم دعوة اللجنة الأمنية في المحافظة للنظر إلى وضع النقاط في المحافظة بشكل عام واستدعاء القيادات أو الجهات التي تخضع لها هذا النقاط. بهذا تكون المسؤولية بشكل كامل في متناول أيدي السلطة المحلية وقيادة أمن المحافظة لينتظر الأهالي تحقيق العدالة. مختار شعتل، لقناة بلقيس، محافظة لحج.